اوكي. اليوم رح نشوف الـ characteristics of a common base connection. انا لما يكون عندي connection common base شو الـ characteristics اللي بيهموني؟ اول characteristic بتهمني بالـ common base connection هي الـ input characteristic، وتاني characteristic بتهمني هي الـ output characteristic. رح نبلش نحن نحكي عن الـ input characteristic كأول characteristic رح ندرسها. الـ input characteristic شو البارامترز اللي احنا بدنا اياهم بالانبوت كاركترستكس؟ الانبوت هون بالانبوت كاركترستك البارامترز اللي احنا بيهمونا هن الانبوت كرنت اي اي والفي بي اي. الفي بي اي اللي موجوده هون مالت الانبوت والاي اي. اوكي؟ شكل الجراف اللي رح نعمله او الكيرف اللي رح نعملها رح يكون على هيدا النسق. عندنا الاميتر بيز فولتج في اي بي او في بي اي من هون على الاكس اكسس، والاميتر كورنت او الانبوت كورنت راح يكون على الواي اكسس، وراح نغير بالفي سي دي ونشوف كيف تتغير مع هيدي الكيرف. اوكي، راح ارسم هون جراف، راح احط الواي اكسس عليه اي اي الملي امبس، احط الاكس اكسس عليه الفي بي بالفولتس، في بي اي بالفولتس. اوكي، هون هيدا رح يكون مقسم من 0 من 0 ل 0.8، يعني هون 0 1 2 3 4 5 6 7 8 رح يكون مقسم ل 10 ملي امبس من هون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لكن هون 0.1 0.2 3 4 6 8 هون رح يكون مقسم 2 4 6 8 10. اوكي، سو رح نجي نحن نثبت الفي الفي سي دي على ال 1 فولت. اوكي، نحن عندنا اياها كونستنت. هلا عم ندرس الفاريشن تبع الاي اي بالنسبه للفي بي اي لما يكون عندنا في سي بي 1 فولت، راح نحطها بالاحمر. نجي نحن نبلش بزيرو، في بي اي زيرو، نحن بعدنا بالزيرو، صرنا نطلع بالفي بي اي شوي شوي، بعدنا بالزيرو ملي امبس اي اي، بعد ما قطع ولا شيء اي اي، بعدنا صرنا نزيد شوي شوي نزيد شوي شوي نزيد شوي شوي 0.4 0.5، بس نبلش نقرب على 0.6 ببلش يبين عندنا اي اي. اوكي، بلش نطلع، صار عندنا اي اي صار عندنا اي اي صار عندنا اي اي، بلش يطلع ببلش يطلع ببلش يطلع. اوكي، وهيدي اكيد اجلس من هيك بتكون، هيدي رح يكون عندنا اياها للفي سي بي 1 فولت. إذا جبنا الـ VCB وهالمرة حطيناها 10 فولت، شو بيصير عنا؟ 10 فولت رح حطها، أنت حطها بالأزرق، رح بلش أنا أطلع فيها شوي 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 شوي، ليك هون أنا ماشي مع الـ VCB 1 فولت، شوي شوي أطلع 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 أطلع، بس نبلش نقرب على تقريباً 0.6 وقبل بندخل نبلش نطلع. عم نطلع earlier than VCB is equal 1 فولت، بس كثير قريبة لإلها يعني. نبلش نطلع. اوكي، هيدي بتكون الفاليو في سي بي از ايكوال تو 10 فولت. رح ادفش بعد الفي سي بي اكثر ل 20 فولت. هلا انا اذا دفشتها كثير، اذا حطيتها فولتاج كثير عالي سوبر عالي معقول احرقها للترانزستور، فرح اطلع انا ل 20 فولت. انا عامل حساب انه هالترانزستور بيحمل 20 فولت. الـ VCB طلعته 20 فولت، بلشت 0 في بي اي 0 0 في بي اي 0 في بي اي 0.2 0.3 0.4 0.5، بلشت اطلع كمان قبل اثنيناتهم بس كمان كثير قريب عليهم، بلشت اطلع 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 على 0.6 طلعت طلعته مثل هوليك تحديدا VCB is equal 20 فولت، مثل ما بين عندنا هون نفس الشيء. VCB is equal 0 volt 10 volt 20 volt
بس لنكون دقيقين اكثر هيك رح نشوفها باللاب. اوكي سو ديدكشن شو بنستنتج؟ اول شيء بنستنتجه انه the base emitter section بتشتغل the base emitter section يعني the base emitter section اللي عم نقيسها هون في VBE اللي فايت عليها يعني اللي بالنسبه لها في الاي اي عم تشتغل كانه a diode بي ان junction عاديه forming a diode لانه على 0.7 فولت عم نطلع الضوء. اذا بنقارن بالاي في كيرف تبع الدايود رح نشوف انه كثير بتشبه كثير قريب لها اذا مش هي ذاتها يعني. سو هيدي اول شيء نحن بنقدر نستنتجه. ثاني شيء نحن بنستنتجه انه الاي اي عم تطلع شوي شوي مع الـ مع الفي بي اي. يعني عم نطلع نحن بالفي بي اي عم نطلع بالفي بي اي عم نطلع بالفي بي اي 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 عم تطلع انجق شوي صغيره انجق. اوكي؟ على 0.7 بتطلع على الاخر بس هي عم تطلع معها كثير شوي شوي. فاي اي شوز ا سمول تشينج وذ فارينج في سي بي. انا لما عم غير الفي سي بي الاي اي عم تضلها هي ذاتها بنفس الزون قريبه كثير على بعضها ما عم تتغير كثير. فهيدا بيخلينا نحن نعرف نستنتج لانه ما عم تتغير كثير الاي اي لما انا غير في سي بي نستنتج انه الانبوت ريزيستنس هي كثير واطيه. ليش؟ لانه نحن بنعرف انه الار رح نسميه ار اي الار صغيره لانه هي هي كانه انترنال يعني. اوكي الار اي تبع الانبوت از ايكوال تو دلتا في سي بي سوري دلتا في بي اي عم نشتغل الانبوت دلتا في بي اي اوفر دلتا اي بي. اوكي نجي نطلع هون بالسيركت دلتا في بي اي كان عندنا في بي اي هون عم نشتغل نحن على الاحمر صارت هون من 0.7 ل 0.8 عندي هاي المسافه هيدي دلتا في بي اي. نفس الوقت هون عم بيكون عندي a huge value. اوكي عم نطلع كثير فهيدي الدلتا اي اي الدلتا اي اي اكبر بكثير بالنسبه لفي بي لفي بي اي. اذا يعني بعد نحن بنقارن بين هاي النقطه وهي النقطه ببين بعد معنا فرق كثير كبير هون بالنسبه لفرق كثير صغير هون. فنحن عندنا فالور كثير كبيرة على فالور فالور كثير صغيرة على فالور كثير كبيرة على فاليو كثير كبيرة نحن بصير عندنا ريزيستنس in the order of a few ohms. اوكي؟ كان therefore the resistance of a common base circuit is very small. دلتا في بي اي over دلتا اي اي is a few ohms. ديل؟ اوكي. هيدي بخصوص الانبوت كاركترستيك رح نشوف هلا هون الاوتبوت كاركترستيك كيف بيكون شكله. هيدي الاوتبوت كاركترستيك اذا مبين على الكاميرا ليت مي تشيك. اوكي مبين على الكاميرا الاوتبوت كاركترستيك نضيف شوي اللوح قلنا ار اي مثل ما قلنا تبع الانبوت هي كثير صغيره. هيدا الجراف عم نشتغل نحن هون كنا عم نشوف الـ variation of IE بالنسبة للـ variation of VBE على كذا value of constant VCB 1 و 10 و 20 فولتس وطلع معنا هيدا الجراف. اوكي input اوكي رح نشوف هلا الـ Output Characteristics. الـ Output Characteristics. الـ Output Characteristics رح يكونوا يعني this is the curve between the collector current اللي هو the output current and the collector base voltage. نفس الشيء قبل شوي كان عندنا the emitter current مع الـ VBE هلا رح نشتغل مع الـ VBC أو الـ VCD. So على الواي اكسس
رح يكون عندنا اي سي ملي امبس، على الاكس اكسس رح يكون عندنا في سي بي ان فولت. اوكي نحن جينا اخذنا some constant value of IE، بلشنا ب IE 0 فولت. هاد اول شيء نحط الفاليوز على الجراف، عندنا هون 0، عندنا هون minus 1، عندنا هون minus 5، سوري minus 1، عندنا هون minus 1 0 5 10 15 فولت، وهون عندنا بنقول هون 0 على الواي اكسس، عندنا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ملي امبس. للاي اي از ايكوال للاي اي 0 0 ملي امبس، ما راح نلاقي شيء طبعا. اوكي راح نلاقي الجراف عندي هيك شكل بقيت زيرو هيدي. اوكي جينا طلعنا ال هيدا الكرنت اللي هون ل 1 ملي امب، لقينا انه طلع لهون اي سي صار تقريبا 1 ملي امب. اوكي جينا طلعنا الاي اي ل 2 ملي امبس، نفس الشيء اي سي اخذت مثل الفاليو صارت قريبه كثير على 2 ملي امبس، طلعناها على 3 ملي امبس للاي اي، لقينا انه اف كمان طلعت على 3 ملي امبس، على 4 اي اي صارت 4 اي سي 5 5 6 6 7 7. اوكي فهون هيدي هي اي 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 0 اي اي 1 ملي امبس ملي امب 2 ملي امب 3 ملي امب 4 5 6 7. اوكي فاللي بنستنتجه هو انه نحن بهيدي الزون اللي قبل الزيرو هاي الساتوريشن ريجن، وبالزون اللي هون حتى البلو بهيدي الزون نحن بالكت اوف ريجن، يعني لما كان الاي سي زيرو ونزول انا بالكت اوف، لما الفي سي بي كانت زيرو واقل من زيرو نحن كنا بالساتوريشن مود. ونحن جوا بالانشيدد انشيدد اريا نحن بالاكتف، وهون نحن الزون اللي بتهمنا اكثر شيء. فاللي بنستنتجه هو 1 اي سي varies at very low voltages less than 1 volt. At very low voltages less than 1 volt. اوكي الاي سي عم تتغير كثير لما في سي بي عم تتغير شوي، يعني اذا بنقارن بين هاي النقطة وهي النقطة ليك الاي سي هيدي هون هاي الاي سي قد ايه كانت قد ايه صارت بهالمسافة كثير صغيرة، هي اول شيء عم ننتبه له. ثاني شيء عم نشوفه انه لما الفاليو تبع في سي بي عم تطلع اكثر من 1.2 فولت تقريبا، يعني اكثر من 1 فولت اللي عم بيصير عندنا انه الكولكتور كرنت عم بيصير كونستنت، لما نطلع نحن فوق ال 1 فولت عم بيصير الكولكتور كرنت كونستنت ثابت، هو عم يطلع شوي بس عم يطلع هيك كل 5 10 15 فولت ليطلع 0.2 ملي امبس مثلا، ف كانه كونستنت ما عم تتغير الا مع الاكستريم تشينج اوف في سي بي. هون بنكون عم نحكي بالاكتف ريجن. اوكي مثل ما قلنا هون لما تكون عم تتغير كثير بسرعه الاي سي بالنسبه للفي سي بي نحن بساتوريشن مود بنكون اقل من 1 فولت، لما الاي سي عم تكون كونستنت مهما تغيرت الفي سي بي نحن بالاكتف مود. و3
at the lower end of the active region, IE is equal to 0. هيدي اوكي IE is equal to 0. نحن بالكت اوف ريجن. The collector current is simply that due to the reverse saturation current, leakage current. يعني نحن هون فعليا الاي سي منا 0 على القد، هي اقل من 0 كثير صغيره. مايكرو امس ما رح تبين هون، فرح تبين معنا نحن 0. اوكي. A very large change in collector base voltage produces only a tiny change in collector current. نحن لما نكبر الـ VCD كثير بالـ active region، عم نحكي بالـ active region، لما نكبر الـ VCD كثير عم نحصل على تغيير بـ IC كثير صغير، ما يبين قدام IC. فنحن نقدر نكتشف أو نستنتج إنه الـ R output، resistance تبع الـ output اللي هي هي دلتا VCD over دلتا IC هي كتير كبيرة in order of kilo ohms. يعني VCD عم تكبر ال change بال VCD عم بيكون كتير كبير، ال change بال IC عم بيكون كتير صغير، عم نقصهم شي كتير كبير شي كتير صغير عم يطلعنا value كتير كبيرة بالكيلو ohms أو حتى بالميجا ohms. So هيك بنكون نحن عملنا conclusion انه the amplifying action as we saw was produced by transferring a current I الI اللي كان هون from a low resistance or I كانت صغيرة order of a few ohms. عم ننقل ال resistance عم ننقل ال current من مطرح ال resistance فيه كتير واطية ل resistance كتير عالية. من هون ها معلومة كمان مهمة، نحن جبنا كلمة عم نعمل ترانسفير، نحن هون ترانسفير لشو؟ للريزيستنس. عم نعمل ترانسفير للريزيستر، ضيعت للريزيستر. اوكي ترانسفير ريزيستر، نعمل ترانسفير او ترانسفير للاي من ريزيستر واطي الفاليو تبعه لريزيستر العالي الفاليو تبعه، فبصير عندنا نحن ترانزستور. لهيك نحن بنسمي الترانزستور هيك، هو معناته ترانسفير ريزيستر او ريزيستانس دو ترانسفير. سو the current amplification in case of a common base configuration alpha is always less than 1. However, the voltage amplification AV, اللي هو V out over V in, is greater than 1. فنحن فينا نخليها مثل golden conclusion أو golden statement إنه the amplification تبع ال current تبع ال I current اللي هو دلتا I out على دلتا I in هو قريب على 1، والامبليفيكيشن مع ال V هي دلتا V out على دلتا V in هي أكبر من 1 بهيدي الحالة. اوكي فهيك بنكون شفنا كل شيء له علاقه بالكاركترستكس تبع الكومن بيز كونكشن، وشفنا الكيرف تبع الاوتبوت كاركترستك، الكيرف تبع الانبوت كاركترستك، وشفنا وعرفنا انه الريزستنس تبع الانبوت هي صغيره عم تصير كبيره على الاوتبوت لحتى نحن نلاقي انه الكيرف عم يضل تقريبا مثل بعضه على الانبوت وعلى الاوتبوت، بنفس الوقت الفولتج عم يكبر لما نطلع على الاوتبوت. سو بالمرة الجاية رح نشوف تو اكزامبلز، اوكي؟ رح نشرح تو اكزامبلز يفرجونا نحن كيف فينا نستفيد من كل هالمعلومات اللي عندنا اياها. سو يلا